وابتدي يعمل مخاطره هجوميه بشكل كبير جدا، فلازم يستغل النادي الاهلي تشتيت الذهن عند اللعيبه الوداد فيبتدي يحرز اهداف. وهو ده اللي موسيماني الحقيقه في اليومين اللي فاتوا دول اشتغل عليه وابتدى حط اللعيبه فعلا. لقيت قدر كبير قوي من التركيز عند اللعيبه بشكل كبير جدا. محمد هاني من اللعيبه اللي فعلا ادوا بشكل رائع لانه كان شغال في الجبهه اليمنى بشكل كبير جدا وعمل مسانده كويس قوي مع حسين الشحات وجونيور اجاييه في الناحيه الهجوميه والتوازن الدفاعي. ما حسيناش باي عبء على الشناوي كحارس مرمى، ما حسيناش باي عبء على ايمن اشرف وياسر عشان في فعلا نص الملعب كان زي ما بيقول الكابتن احمد بلال في توازن بين عمرو السوليه واليو ديانج اللي كان متفوق على نفسه النهارده في المباراه. كابتن بلال، عايز اخرج بقى من الكلام عن الماتش واسالك في هدف حسين الشحات، رايك فيه؟ حسين حقيقة، بس خليني يعني اشكر الاول او المديح لاليو ديانج طبعا. سبرنت، باس، توقيت جيد جدا، توقيت الباص. ساعات انت ممكن تبقى يعني عملت كل حاجه وتيجي تباص في الاخر يبقى التوقيت متاخر شويه او بدري شويه. لا، التوقيت كان رائع جدا. حسين الشحات استلم الكوره يمكن هو اختلف عن الانفراد بتاعه المباراه الاول. المباراه الاولى راح على طول على الجول وابتدى يتعامل مع الجول بشكل مباشر. المره دي راح وتأنى شويه. اللي سمح له ان هو يعمل الترقيصه دي الهدوء، هدوء الاعصاب، كسبان هناك اتنين واندفاع المدافع. طبعا بص انا بتكلم عن الترقيصه نفسها. انت في مباراه زي دي لو في مباراه في النهائي مش هتقدر تعمل اللي انت بتعمله ده. الجول شكله حلو قوي، رقص واستنى ورقص تاني وحطها بكل هدوء. يسمح لك اجواء المباراه تسمح لك كابتن انك تعمل كده، لان هو حسين تباطأ شويه وهو رايح. معرفش في صوره ليه هنا في الصوره اللي قبل دي الكرة وقفت تحت رجله شويه عشان كده ابتدى يقرر تاني. هو كان مقرر الاول ان هو يروح على الجول مره واحده ويشتغل زي ما اشتغل المره اللي فاتت. هو الكره لما وقفت تحت رجليه ابتدى يفكر بشكل تاني مختلف، ابتدى يستنى المدافع عشان يرقصه، عنده الامكانيه واحد على واحد، رقصه مره تانيه وحط بكل سهوله، حط جول. يعني جول رائع طبعا. هو اتصرف فيها. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن، هل دلوقتي حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، هل حسين الشحات وتفكيره في ان المباراه يمكن هدف دخل وبالتالي هدفين فالنتيجه 3-0 فهو والكوره معاه عامل حساب ده كويس ومفيش اي ضغوطات عليه طبعًا. عكس المباراه الاولى اللي هو رايح والدنيا كلها عارف ان مصر كلها وراه وان طبعًا. مصر كلها بتضغط عليه، هل ده السبب في ان حسين تأنى في الكوره الثانيه اللي هنا وما تأناش في الكوره الاولانيه؟ شوف، افكار اللعيبه بتختلف على حسب نتيجه المباراه، وطريقه لعبه كمان بتختلف على حسب نتيجه المباراه، وطريقه انتشار اللعيبه في الملعب بتختلف على حسب النهارده الكابتن هادي قال من شويه ان كان في تحرر كبير جدا في الناحيه الهجوميه كمان في المراكز ما بين اللعيبه اللي موجودين في الخط الامامي. النهارده ممكن التحرر ده لو في مباراه ثانيه ممكن ينقلب العكس، ممكن لو المباراه لو بتلعب الزمالك او بتلعب مثلا الرجاء في النهائي والجيم مقفول وبتلعب فرق قويه وعندها سرعات وعندها امكانيات وقافلين نص الملعب، ممكن التحرر ده يخلق بعض المساحات للفرقه الثانيه لو ما كانش بشكل جيد، لو ما كانتش اللعيبه بتعمل تبادل بشكل جيد. يعني من النهارده شفنا بعض الاوقات ان حسين الشحات بينزل هو اللي بيلعب في نص ملعب وجونيور اجاييه اللي بيتطرف وشويه مروان محسن يقوم نازل ومجدي قفشه اللي يقوم بالحته دي. الكلام ده ممكن يتعمل ويبقى شكله حلو في مباراه انت كسبان فيها 1-0 2-0 وكسبان هناك 2، الدنيا سهله وبسيطه. لكن عشان يتعمل بشكل جيد في مباراه صعبه جدا لازم يتعمل صح جدا. النهارده في بعض الاوقات يمكن خاصه في بدايه الشوط الاول لما الاهلي لعب جيم مفتوحه كابتن هادي ابتدينا نشوف مساحات لفرقه الوداد. ممكن الكلام ده ما يذكرش في بعض التحليلات او ما يذكرش، لكن انت لازم تفتكره عشان خاطر لما تلعب فرق اقوى واكبر وحجم اكبر لازم تعرف الاخطاء اللي موجوده عندك ايه. لما الاهلي فرد المساحات لما كان بيلعب جيم مفتوح من بدايه اللقاء الوداد كان بيلاقي مساحات يشتغل فيها، لكن لما ابتدى يقفل الجيم تاني لما كسب 1-0 ابتدى يقفل الجيم ابتدى يلاقي هو مساحات، ابتدى الاهلي نفسه يلاقي مساحات لان الوداد هو اللي ابتدى يفتح، ابتدى يبقى فيه زياده عدديه فابتدى الاهلي يلاقي مساحات الناحيه التانيه يقفل كويس ويشتغل على الكاونتر اتاك. فعايز اقول لك كون الاهلي كون النادي الاهلي النهارده يكون جاي كسبان 2-0 ويسجل هدف يسمح لاي لعيب ان هو يعمل اي حاجه، لان حسين الشحات لو ضيعها مش هتقدر تلومه بالشكل الكبير، خلاص انت كسبان 1-0 في فرص ثانيه ممكن تيجي، لكنه ساعات التفكير بتاعك بيتحول من سلبي لايجابي او بيبقى عندك هدوء بعض الشيء لما بتكون النتيجه جيده. ده اللي حصل مع حسين الشحات النهارده في الهدف الثاني. كابتن هادي، يمكن عايز الشق الاولاني اسال عن مشاركه احمد فتحي بدلا من علي معلول. علي معلول يا كابتن هادي.